اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع كيلا نجمه الفريق وايضا جنى مصطفى. جنى يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الروح والاصابات وازاي عوضتوا الاصابات دي بالروح وشفنا على البنش خاصه في الشوط الثالث والرابع كان في سبيريت عاليه جدا. بتعملوا ايه عشان تعوضوا النقص ده؟ بتقولوا ايه لبعضكم؟ يعني هو احنا خلي بالك احنا القدام متربيين في النادي متربيين يعني فبالنسبه لنا على طول موجودين فينا السبيريت بتاعت النادي واول ما نلعب حلو بقى تلاقينا كلنا بنتنطط وتلاقي البنش فوق بعضه. صحيح. فهي الجديده ان بجد هم كل الناس الجديده اللي جايه علينا يعني كل الصفقات اللي جت حتى هي معانا هي عندها سبيريت وكلهم عندهم سبيريت بجد جايين بسبيريت رهيبه يعني هم جايين كمان عايزين اكسايتد ان هم يشوفوا السبيريت بتاعتنا فبن كده مع بعض وبنبوند اكتر اللي هو يلا يلا نعمل كذا يلا نقوم نشجع يلا نقوم فتلاقي دي بتعمل كذا فالجر دي معاها وتلاقينا في الملعب حتى يعني يمكن احنا كنا كمان كان باين علينا في الملعب في الثالث والرابع. صحيح. كان انتهالي ان كايلا وسوريا بيحطوا باسكت وانا وحلو قوي بنعمل لهم كده. صحيح. صحيح. ايوه وانا في الملعب بنعمل لهم ايوه كده. صحيح صحيح. فيعني هو بجد يعتبر ان هم كمان دخل فيهم السبيريت هو بجد هي حاجه يعني في النادي. وعايز يا جنى برضه اقول حاجه انتوا حتى لما طلعتوا اللعيبه الاساسيين بره وقفنا نشجع كل واللعيبه اللي شاركت لاول مره كانت بتشارك كلكم اساسيين الحمد لله ما فيش حد اساسي وحد احتياطي ولكن اللعيبه اللي شاركت كانت لاول مره كلكم كنتوا واقفين وراهم بنشجع بعض. كان معانا كمان ناس صغيرين كان معانا ناس صغيرين لسه نازلين كنا بنحاول نحمسهم ونشجعهم ما تخافوش ويعني هي كده خلي في ثقه ما حصلش دروب طبعا لان احنا بجد يعتبر فرقتنا فيها كل العناصر يعني يمكن دايما الناس بتقول ان احنا البنش بتاعنا مليان لعيبه كبيره جدا يعني احنا يعتبر فرقه متكامله يعني يمكن لو بصيت على سبورتنج او جزيره او مش قصدي حاجه بس يعتبر هم بيلعبوا بالخمسه الاساسيين مع الاثنين كمان خلاص. صحيح. احنا عندنا 20 ال 15 موجودين بكل حاجه يعني احنا يمكن عندنا اصابات بس احنا لحد دلوقتي قادرين نعوض واما يجوا هيزودونا ويكملونا يعني صحيح كومبليت ايتش اذرز بكل شكل وهندي بشكل يمكن احسن بكتير ان شاء الله يعني. صحيح. وخليني برضو اجينا اتكلم في حته يعني مهمه برضو يعني العلاقه اللي ما بين اللاعبات والجهاز الفني انا شايف ان انتوا في علاقه جميله طبعاً. يعني الجهاز الفني باللاعبين عاملين روح وحاله حلوه جدا يعني شايف الكره دي البنش كله نط مع اللعيبه كانت هيسي بوينت بتاعت سوريا فالحقيقه الحاله ما بين الجهاز الفني واللاعبات هل انتوا حريصين على ده وشايفين ده ولا لا؟ لا طبعا عايزه اقول لك ان احنا بجد احنا قريبين جدا من بعض جهاز بلعيبه كل يمكن انا وكابتن علي يعني انت مش فاهم كابتن علي قريب مني ازاي يعني احنا يمكن خناقاتنا عشان احنا قريبين فبنتخانق كمان. صحيح. صحيح. لكن بجد هو بجد احنا وكريم وكابتن احمد كلكم يعني كلنا بجد تحسنا بجد يعني هي فاميلي يعني اسره بنكمل بعض مفيش مثلا هم مش بعاد عننا لا بالعكس لو لقوا حد متضايق مننا بيشجعونا بيسبورت لو حد مش موجود لو حد عمل حاجه يعني والحقيقه دي هي الروح هي اساس المكسب يا جماعه خلينا نروح